من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أراده ليكون هاديا للبشر، وهو الكتاب الوحيد الذي صانه الله سبحانه وتعالى عن الزيادة والنقصان، عكس سائر الكتب السماوية التي فقد أكثرها وما بقي منها تعرض للتحريف. ولأن القرآن الكريم هو كتاب الهداية، فهناك حث كبير على الاهتمام به. الضمان من الضلال أمران: القرآن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأهل البيت وظيفتهم تفسير القرآن، يعني كلام أهل البيت لا يختلف عن القرآن في شيء. الرسول في حديث الثقلين المشهور يقول: إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فأهل البيت وظيفتهم تفسير القرآن الكريم، كما كانت مهمة الرسول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك كل كلام أهل البيت متطابق مع القرآن الكريم. وإذا وجدت كلاما منسوبا إلى الرسول أو إلى أهل البيت لا يتطابق مع القرآن الكريم فهو كذب، لم يقولوه، وإنما نسب إليهم افتراء وزورا. على كل حال، فهذا القرآن الكريم الذي هو كتاب هداية ينبغي علينا جميعا الاهتمام بشأنه، والروايات الواردة حول القرآن الكريم كثيرة جدا، جمع بعضها في كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، وفي مقدمة المسائل الإسلامية للسيد العم حفظه الله تعالى موجودة مجموعة لا بأس بها من تلك الروايات. وظيفتنا تجاه القرآن متعددة. الأمر الأول من وظائفنا احترام القرآن، وهذا الشيء بشكل عام موجود في المجتمعات الإسلامية، توقير القرآن واحترامه، وهذا له فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة. وعدم توقير القرآن وعدم احترام القرآن بآثار وضعية سيئة على الإنسان وعلى ذرية الإنسان. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل أنه في السابق في كربلاء، في سائر المدن، كان متعارف الكسبة عندما يفتحون محلاتهم التجارية
يبدأون بقراءة آيات من القرآن الكريم. ما أدري هذه العادة لحد الآن موجودة أو متروكة، في غالب بلدان المسلمين متروكة هذه العادة، مع أنه أكو روايات حث كبير على أن الإنسان يقرأ القرآن في كل يوم. أكو في حديث أنه القرآن عهد الله، فكل يوم اقرأ 50 آية من القرآن. إذا ما تقدر اقرأ صفحة من القرآن، ابدأ يومك بقراءة صفحة من القرآن. والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بكيفية مو مثل الكتب المتعارفة، فصول المطالب كلها موجودة في كل القرآن. أنت أي صفحة من القرآن تفتحها موجود فيها التوحيد والنبوة والمعاد والأخلاق، كل شيء في كل صفحة موجودة. على كل حال، فيقول أنه كان كسب يبدأون عملهم بقراءة القرآن الكريم، إلا واحد من الكسبة رجل متدين كان. هذا الشخص ما كان يقرأ القرآن أصلا، يفتح محله ويبدأ بالعمل، وهذا فتشي خلاف المتعارف، نشاز مثار السؤال. فكانوا يسألوه: وأنت إنسان متدين تعتقد بالقرآن؟ نعم. زين، ليش بتقرأ؟ وقراءة القرآن فبسيطة، تفتح القرآن تقرأ صفحة. وحتى لو إذا الإنسان ما متعلم القراءة، حتى لو بشكل مغلوط يقرأ، أكو في الحديث الشريف إن الإنسان أو إن الرجل ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة بعربيته، الملائكة يحولوا بشكل صحيح ويرفعوا. لذلك مو عيب فد واحد ما يعرف يقرأ القرآن يقول أنا ما أعرف أقرأ بالغلط أقرأ. أتعلم القراءة، بس إذا هسه ما تعرف أو ما تقدر تتعلم، اقرأ حتى بالشكل المغلوط، الله يقبله منك إذا كانت النية مخلصة. على كل حال، بعدين ألحوا عليه، قال لهم أنه أنا ما أقدر أقرأ القرآن، لا أتمكن من قراءته، أريد أحب لكن ما أقدر، كأنه واحد مانعني، كل ما أفتح القرآن أريد أقرأ ما أقدر. شنو السبب؟ قال السبب أنه أنا رجل أحب الأدب، الأدب العربي، وسابقا قبل ما القرائن تطبع وبهذه الكيفية تتداول بين الناس في البيوت، كل بيت يمكن بيه كم نسخة من القرآن الكريم، وهاي النسخة الشكل تبقى بالرازونة ويعلوها التراب، ويوم القيامة هذا القرآن يجي يشتكي على الإنسان أنه هذا خلاني التراب يعلوني. لذلك الإنسان إذا عنده قرائن متعددة بكلها يقرأ القرآن حتى يوم القيامة القرآن ليشكو. سابقا هالشكل ما كان، بالخط كان يكتبون، والقرآن كان يعني كتابته تحتاج إلى ناس يقابلوه، ليكون بغلط ليكون بزيادة، يعني حتى هدية القرآن كان أكثر من المبالغ التي تدفع لسائر الكتب للاحتياج في الدقة في القرائن. فكل واحد عنده قرآن يعتز بقرآنه. فيقول أنه أنا رجل أحب الأدب، ومن جملة الكتب اللي كنت أدور عليها ديوان يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، لأن يزيد بن معاوية أشعاره من الجهة الأدبية جدا راقية، هسه معانيها كلها كفريات. على كل حال، فلقد قضيت من النبي ديوني، أو لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لعنة الله عليه. هسه معلنا بمعاني الأشعار اللي هي كفريات، بس من حيث الجمال الأدبي أشعار جميلة. والسبب في ذلك أن معاوية، هذا بين قوسين، عندما أراد أن يفرض يزيد على الأمة الإسلامية كخليفة، شاف هذا فد ولد طائش، فاستشار فد خبيث مثله أنه شلون آني هذا الولد أخلي الناس يقبلوه. قال له: علم القرآن وعلم الشعر، أما القرآن حتى بهذه الطريقة يتمكن من النفوذ في قلوب المسلمين، وأما الشعر حتى ينفذ في قلوب العرب. فلذلك يزيد كان حافظ للقرآن ويستشهد بالقرآن في كلامه، وفي الوقت نفسه كان أديب. على كل حال، فيقول أنه أنا كنت لسنوات أدور على ديوان يزيد بن معاوية لعنة الله عليه. يقول فتسنة كنت رايح للحج،
وطبعا قلنا القرائن كانت قليلة جدا، فقرآني تحت يدي تحت إبطي عند باب المسجد الحرام، شفت واحد مبسط بيبيع كتب، من جملة الكتب ديوان يزيد. يقول هواي فرحت، هذا الشيء اللي سنوات أدور عليه. قلت له بكم تبيعه؟ يقول شاف قرآن تحت إيدي قال أنا ما أبيعه بس أعوضه أبدل. يقول أنا ما قبلت في البداية وقمت أتعامل وياه، شفت لا هذا يقول إذا تريد هذا الكتاب تعوضه بهذا القرآن اللي بيده. يقول أنا فكرت بس القرآن هواي أكو، بس هاي النسخة راحت نسخة بعدين، بس ديوان يزيد من وين أجيبه؟ يقول فطيت القرآن وأخذت مقابلة الديوان. هذه إهانة للقرآن الكريم أن تجعله ثمنا للديوان يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، وكلها خمريات وكفريات وأمور فسق وفجور وكذا. يقول من ذاك الوقت حتى الآن ما أقدر أقرأ القرآن، سلب التوفيق مني. أفتح القرآن أرد أقرأ كأنه واحد مخلي إيده على حلقي، ما أقدر أقرأ القرآن. هذه إهانة للقرآن الكريم. وفي المقابل عندنا قصص كثيرة، الناس احترموا القرآن الله وفقهم في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا قصة بشر الحافي معروفة مع الإمام الكاظم عليه السلام، والسبب في ذلك أنه كلام الإمام ليش أثر فيه الإمام الحسين يوم عاشوراء، وعظهم ما أثر بهم، أمير المؤمنين وعظ ما أثر في كثير من الناس. بشر الحافي كان رجل فاسق، مغنيات عنده وأشياء أخرى، كلام الإمام الكاظم ليش أثر فيه؟ لأنه يقولون في اليوم السابق كان على فرس، ورجل يعني ثري وشخصية وكذا، وديمر، وإذا به عين توقع على ورقة من القرآن في الزبالة في القاذورات. زين؟ هسه هو رجل متجبر متكبر، وخدم وحشم وكذا وياه، ما قال لهم أنه هاي الورقة طلعوها من هاي الزبالة، هو نزل من الحصان، نزل ومد إيده بالزبالة. وطبعا هذه فتشي لا يليق برجل يعني محترم. إذا احنا شفنا سدن مور شفنا واحد مد إيده بالزبالة، شنو يصير تصورنا بالنسبة له؟ بس احتراما للقرآن فعل ذلك وطلع هذه الورقة من هاي الزبالة، وراح بالبيت نظفها من القذارة اللي موجودة، بعدين طيبها وجعلها في شق جدار. فاليوم الثاني الإمام الكاظم دا يمر من أمام بيته وقال صاحب هذا البيت عبد أم حر بالقضية المعروفة، هاي الكلمة أثرت فيه. السبب احترام للقرآن كان، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى يوفق للعمل الصالح أو يوفق للتوبة، هاي مو قوترة، بسبب أفعال نفس الإنسان. هذا فعل عمل الله سبحانه وتعالى أحب ذلك العمل فأراد أن يكافئه، وفقه لعمل صالح أو لتوبة. وبعض الأحيان الإنسان يعمل سيئات، الله سبحانه وتعالى يسلم منه التوفيق، فتشوف أنه العمل الصالح بباب بيته قدامه بس ما يسويه. ليش ما سواه؟ هو ما يدري. السبب أن الله سلب التوفيق منه بسبب أعماله السيئة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، هاي النتيجة. لذلك الذنب الأول اللي الإنسان يرتكبه لازم فورا يستغفر منه، والاستهانة بالذنب هي من الكبائر حتى لو الذنب صغير. ليش؟ لأن الذنب الأول مثل السلسلة الزنجيل، يجر جنب ذنب ثاني، يجر جنب ذنب ثالث، رابع، خامس، بالنتيجة فدمر الإنسان يشوف منغمس في السيئات وبعد ما عنده مجال للرجعة. فهذا الأمر الأول، احترام القرآن الكريم. قلت بشكل عام هذا الشيء موجود بين المسلمين. النقطة الثانية تعلم القرآن الكريم، هم ألفاظه هم معاني، لأنه إحنا بمرور هذه السنوات الطويلة 1400 سنة من نزول القرآن، اللغة العربية صار فيها تغير، صار فيها انحدار، ولولا القرآن اللغة العربية كانت تصير في خبر كان أصلا. يعني طبيعي طبعا في كل لغات العالم تشوف أنه أقوام قبل 2000 سنة ينطقون بلغة واحدة، لكن بتفرقهم في أصقاع الأرض شوية شوية هاي اللغة صار بها تغير وتحول، بحيث أنه قوم لا يفهمون لغة قوم آخرين مع أنه الأصل واحد.
يعني الآن كثير من العراقيين ما يعرفون اللهجة المغربية أو السورية أو المصرية، ما يفهمها. ليش؟ لأنه كأنه لغة أخرى أصلا. زين، هذا بمرور الزمان بعدين مناهج التعليم هم ما تعلم الناس اللغة العربية، وحتى الإعلام ما يستعمل المفردات القرآنية، لأن الإنسان إذا سمع كلمة باستمرار يألفها، لكن إذا كلمة ما سمعها، لا بالبيت يسمعها، لا بالشارع يسمعها، لا بالمدرسة يسمعها، لا بالإعلام يسمعها، وما يعرف معناها. تأزهم أزا، شنو معنى؟ والسماء ذات الحبك، شنو معنى الحبك؟ أنت الآن اسأل الناس، غالب الناس ما يعرفون. ليش؟ لأن الكلمة ما تستعمل. حتى لو الإنسان راجع، يعني إحنا يصير بعض الأحيان كلمة ما نعرف معناها، نراجع المعجم اللغة زين، شوف المعنى، بعد أسبوع تنسى، لازم تراجع مرة ثانية وثالثة ورابعة. فتعلم القرآن قراءة صحيحة وفهما للمعنى، أنه شنو معاني هذه الآيات. والحمد لله الآن تفاسير المختصرة موجودة كثيرا، واحد يقدر بسهولة يعني يصل إلى هذا الأمر. النقطة الثالثة وهي أهم النقاط، العمل بالقرآن، يعني القراءة والتعلم هذا جيد وبه ثواب، لكن هو مقدمة للعمل بالقرآن الكريم، وإلا بدون عمل الاحترام والتعلم أثره يكون قليل أو غير مفيد. مثل واحد يروح للطبيب، الطبيب يكتب له نسخة، وهذا يخلي الراتشيتة يعطرها، يخليها بالرازونة، يخليها في إطار، يعلقها بالرازونة، يطيب من مرضه؟ لا. ليش؟ لأنه هذه الورقة أعطيت لك لكي تعمل بما فيها، تستعمل العلاج والشفاء من الله سبحانه وتعالى. العمل بالقرآن هذه مسألة مهمة، ومقدمة العمل فهم القرآن الكريم. احنا نتصور كمتدينين ان العمل بالقرآن والتدين هو الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، هذا جزء من التدين. يعني واحد لازم يصلي، يصوم اذا مستطيع زين، وطلع اسمه او عنده واسطة يطلعون اسمه راح للحج زين، وبقية الواجبات هذه جزء. المحرمات تركها، واحد يترك السرقة، يترك الكذب، يترك كذا كذا كذا، هذا جزء من التدين، وليس كل التدين، وليس كل القرآن. آيات الأحكام في القرآن حسب المشهور 500 آية، آيات الأحكام، كتب عليكم الصلاة صيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه آية من آيات الأحكام، 500 آية. القرآن كم آية؟ نيف وستة آلاف، ست آلاف وكسور. آيات الأحكام إيش قد؟ 500، يعني إيش قد؟ يعني واحد من 12 جزء. وبقيتها شنو؟ بقية الآيات تتناول كل مفردات حياة المجتمع وحياة الإنسان. الإسلام دين عكس سائر الأديان، من قبل ولادة الإنسان ويا الإنسان إلى بعد وفاته. في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وآله يقول: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني هذا المولود اللي الآن نطفته ما منعقدة، أكو تعليم بالنسبة له. في حديث آخر: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. شايفين بعض الأحيان أكو نزيز أو ماي كذا، يما أكو نبتة، هاي نبتة خضراء الدمن زين، فهي من قبل ولادة الإنسان إلى بعد وفاته. إسلام نظام متكامل. حتى بعض الأحيان أكو بعض الناس يسألون عن بعض الأمور الجزئية، أكو بالحديث: إذا تريد تلبس ثوبك من الطرف الأيمن البس الثوب، إذا تريد تنزعه من الطرف الأيسر انزع، إذا تريد تلبس حذائك بالطرف أول الرجل يمنى دخلها بالحذاء، وإذا تريد تنزع أول الرجل اليسرى، إذا تريد تدخل بالمرافق مثلا اليد اليسرى الرجل اليسرى، إذا تريد تطلع بالرجل اليمنى، المسجد بالعكس. يعني شنو هاي الأحكام؟
نقول أنه الإسلام كل حياة الناس إلى نظام فيها، صحيح أكثرها مواجبات حتى لا يتقيد الإنسان تقيد كامل، لكن الإسلام يريد من الإنسان يكون يعيش فت حياة سعيدة، نظام الحياة يكون نظام حياة يبتنى عليه السعادة. هسه احنا ليش في مجتمعاتنا حتى المتدينة هل قد مشاكل اكو؟ السبب في ذلك شنو؟ السبب في ذلك انه ما يصلون لا يصلون، ما يصومون يصومون، والمجتمعات المتدينة يتركون المحرمات الكبيرة عادة. لكن ليش هذه المشكلات؟ بسبب ان ترك النظام الاسلامي. نظام الاسلامي اكو مجموعة مفردات في كل ما يرتبط بالإنسان، وأكثرها مستحبات أو مكروهات، آداب، سنن، كذا، هذه متروكة تصير مشاكل له الإنسان في حياته. القرآن الكريم لا يرتبط فقط في الواجبات والمحرمات، في الأخلاقيات، آيات القرآنية موجودة في الفضائل، في ترك الرذائل، في كثير من الأمور اللي مرتبطة بحياة الإنسان، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في أمور مختلفة. هذه الأمور مجموعة إذا الإنسان عمل بها هذا الإنسان يرتقي إلى مستوى هم هو في الدنيا يعيش عيشة سعيدة، وهم في الآخرة يكون له درجة رفيعة. نتيجة أنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليش خيركم؟ لأن هذا الإنسان عهد الله سبحانه وتعالى ليتعلم ويعلم للآخرين، فهم في الدنيا يكون سعيد هم في الآخرة فيصير خيركم، لأنه الأفضل في المقاييس الإلهية ليس الأكثر مالا ولا الأكثر جمالا ولا الأكثر سلطة. هذه موازين الحياة الدنيا اللي ما إلها قيمة. الأفضل هو الذي يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ بالعمل بالقرآن. الآية الشريفة تقول في حول القيامة خافضة رافعة. فد واحد أنت لا بالعين ولا كذا، والناس يمكن يستحقروه، فلعله تشوفه في يوم القيامة هو في القمة، وناس تشوفهم جبروت وفلوس واحترام وكذا، وذا في يوم القيامة خافضة في أسفل سافلين. لأنه يوم القيامة بعد لا أنساب أكو، وهذا يقول أنا ابن فلان وأبوي فلان وما أدري كذا، ما أكو، فلا أنساب بينهم. المهم هناك الإنسان وعمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة القرآن الكريم والعمل بالقرآن الكريم وتعليم الآخرين أيضا. أنتوا هسه الحمد لله من المتعلمين في القرآن الكريم، بس هذا لا تكتفون به، كل واحد منكم يحاول أنه يعلم الآخرين، إذا في منطقة في حي اللي هو موجود فيه شكل محفل القرآن، يسموه فقط المحفل القرآني خاص به، صحن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أو الحسينية الفلاني، حتى واحد في بيته يتمكن من إيجاد محفل قرآني، قراءة القرآن الكريم، ولو الحضور يكون قليل، حتى ولو الحضور يكون واحد. الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي 7 سنوات في المسجد الحرام، هو الإمام وأمير المؤمنين، مأموم واحد فقط. وبعد 7 سنوات أبو طالب قال لجعفر يعني أخو أمير المؤمنين صل جناح أخيك، يعني يكون طرف الثاني من الرسول صلى الله عليه وآله. هل هذا قلل من قيمة هذه الصلاة؟ لا. فالكثرة والقلة ليس دليل على النجاح أو الفشل، حتى إذا واحد يكون البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء الملائكة كالنجم اللي يتراءى لأهل الأرض. روايات كثيرة. بعدين الأسرة، الأطفال الصغار، ذولا يألفون هذه الأجواء، لأنه البيوت إذا ما كان فيها هذه الأمور والأولاد يتربون الآن مدرسة والشارع والفضائيات وما أدري كذا، والله الساتر شنو راح يطلعون. لكن إذا البيت كان جو إيماني، تربية البيت أقوى من أي عامل أجنبي وخارجي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. بين السطور
لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.